بسم الله. عندنا مجموعة تمرينات الكور، هنبدأ بتمرين اسمه ستريت ليج كرانش. التمرين ده طبعا احنا لازم اولا هنجيب 12 تكرار وثلاث جولات، وعندنا لحد 60 ثانية راحة بين الجولات. هفرد رجليا وهطلع عشان المسها بايدي، وهثبت لحظة وهنزل ببطء، هطلع اثبت لحظة وانزل ببطء، هطلع اثبت لحظة وارجع ببطء، وهكذا لحد ما استوفي ال 12 تكرار والثلاث جولات، ومعندنا طبعا الراحة لحد 60 ثانية.